السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. النهار ان شاء الله نتحدثوا على واحد الموضوع اللي كيخص في الحقيقة المبتدئين، يعني النهج ديال يعني الطريقة اللي غادي يتبعوها في التسويق ديال الأغاني. يعني هو المشروع مديور، كيفاش غادي ينجح؟ واش غادي ينجح بالإعداد ديال الأمهات، يعني تبقى توجد الأمهات وتبيعهم، ولا غادي توجد الأرانب على حساب اللحم، يعني حساب الوزن وتبيعهم. يعني هذا الشيء في الحقيقة، يعني على حساب التجربة ديالي، راجع ليك نتايا المربي وعلى حساب الزبائن ديالك. يعني نتايا إلى درجة وصلتي لها ديال الشبكة اللي غادي تكونها ديال الزبائن. يعني واش الزبائن ديالك يعني باغيين غير يعني تمشي تبيع في السوق وصافي، غادي تبقى تبيع الوزن، ولا باغي الناس كتعامل معاهم اللي باغيين امهات وباغيين ذكور، يعني واصلين وانت غادي تبيعهم لهم باش يستافدوا من التربيه ديالهم، يعني باش يكسبوهم عاوتاني. في الحقيقه هذا الشيء انايا لخصته في واحد جوج نقاط مهمين ومهمين بزاف. الا كنتي في الحقيقه باغي سميتو النقطه الاولى، خصك على حساب انت واش بغيتي، بحال الا كنتي باغي تربي امهات، كيفاش شنو هي الطريقه وهي ملي كتولد الانثى. يعني الطريقه في الحقيقه هي الفيطام فوقاش غادي تفطموا. الا فطمتيهم بكري، يعني خاصك تخلي ملي تولد الانثى خاصك تخليها يعني واحد 10 ايام تترتاح. علاش غتخليها 10 ايام تترتاح؟ باش تفطم الصغار اللي غادي تنتجهم هي، تخليهم حتى 35 يوم. علاش غتخليهم 35 يوم؟ لان الا خليتيهم 35 يوم ديك الساعه كيكبروا لك بواحد الصحه جيده. يعني انت ماشي باغي اللحم، باغي امهات، غادي يكبروا بواحد الصحه جيده، وغادي تخليهم يعني باش تبيعهم كامهات. اما الا كنتي انتيا عندك الزبائن ديالك ماشي باغين، مثلا كتمشي للسوق وكتبيع، ماشي غادي تبيع لهم امهات اللي واصلين، لا غادي تستنى غير 3 شهور صافي غادي تبيع. يعني اسمو غادي دير انتيا خاصك غير الوزن، غير اللحم، يعني اسمو غادي دير. ما غتبقاش تخلي الام تنتظر واحد 10 ايام عاد باش غادي تزوجها عاوتاني، لا غادي تزوجها 10 ساعات الاولى. يعني الا ولدت في الليل، انت ما عارفش فوقاش ولدت، صافي في الصباح حسب مثلا واحد 10 السوايع وصافي اعطيها الذكر عاوتاني. علاش؟ باش عاوتاني تحمل عاوتاني وتقدر تولد عاوتاني. لان الا كانت حملت يعني عشرتيها في 10 ساعات الاولى، ملي غتبغي هي تولد عاوتاني غتكون باقي ما فطمتش ولادها. دابا هذه هي الفرق ما بين، شوف النقاط اللي راه مهم، من النقاط اللي فهمتهم معايا مزيان غادي المربي غادي يعرف راسو اش كيدير بالصح. واش غادي يبقى يزوج دغيا الانثى، ولا غادي يخليها ترتاح واحد شويه باش تفطم ولادها على 35 يوم. واش انت كتقلب على الربح ديالك، كتقلب عليه من يعني شي واحد كتعطيه الناس كيوصوك على امهات، يعني خصك تفطمهم باش يكونوا على امهات، خصهم يكونوا في الحقيقه رضعوا من امهم 35 يوم. شحال من واحد في لي كومونتير سولني على هذه القضيه، كيفاش علاش علاش. هي في الحقيقه على حسابك انتيا كيفاش داير المشروع ديالك. الا كنت انتيا صافي كملتي الامهات ديالك اللي كاش عمره عندك واحد جوج كوره باش كديباني منا، ولكن عندك الزبناء ديالك عاوتاني طالبين امهات، هذيك عاوتاني كتولي كتفطم الصغار على 35 يوم. لان الامهات اللي كيكونوا بغيتي توصلهم غادي خصك تخلي الصغار ديالهم، يعني خصك تخليهم ملي كانوا صغار تخليهم حتى يشدوا راسهم مزيان ويكسبوا مناعه مزيان، عاد باش ودق لهم الابره من بعد 3 شهور عاد باش تقدر تعطيهم للناس ويكسبوهم كامهات. اما اذا كنتي باغي غير تبيع الوزن، راه قبل 3 شهور تقدر تبيع صافي، لكن لانك تبيع ديك الساعه بالوزن. 3 شهور اذا كان جايب لك واحد 2 كيلو ولا صافي راه كافا.
صافي بيعو كوزن ما تخسرش عليه لا دواء لا والو، لان انت عارفه باللي راه صافي راه في ديك الوقيته راه غادي يبقى عايش، لان ما كياثرش عليهم المرض قبل من 3 شهور، من بعد 3 شهور اللي خص ضروري كتدير الاخر. يعني هذا الشيء كل شيء واش كي كي انتوما باغيين كثره الخلفات، يعني تبقى الانثى تبقى تولد لكم وتعطيكم غير اللحم، ولا باغيين واحد الخلفه انكم تربيوها مزيان وتاكل مزيان وما تفطمش دغيا دغيا، انها منين تفطم تكون انثى صالحه. وكذلك الذكر، يعني الا خليتوه تفطم على 35 يوم صافي ديك الساعه الام ديالو راه باقي ما حملتش عليه، هذيك الساعه غادي يشرب منها الحليب، غادي يرضع منها، غادي يكون مزيان، غادي تحسوا به باللي راه صافي راه واصل بصحه جيده. اذا هذا هو الفرق بينات هاد النقطتين. الا فهمتوا هاد الامور هادي ورتبتوا وستفتوا الامور ديالكم، راه ما حد المشروع كيكبر وانتم كتحسوا براسكم كتكونوا واحد الفكره على المشروع ديالكم. الا كونتوا واحد الفكره على المشروع ديالكم صافي غادي تقولوا احنا راه حنا عارفين اش كنديروا، ماشي غير راني كنربي وصافي. في الاول واه كتكون ما فاهمش، غير كتربي وكتقول هاد القنينات زوينين الشكل ديالهم، من بعد راه كيولي باللي كاين واحد المدخول. يعني خصك تفكر كيفاش دير التسويق ديال المشروع ديالك، يعني الطريقه ديال التربيه، الطريقه ديال التربيه راه هي سهله، ولكن غير واحد النظام، غير واحد الاسس يكون عندك في الدماغ ديالك، واحد المنهاج، واحد السيل ديالك تكون غادي به، راه يقدر يكون واحد اخر ما دايروش، وانت منك الراس غادي دير واحد السيل ديالك، ما غادي يفوتك حتى حد، غادي تكون مزيان وكتفكر مزيان، عارف اش كدير. الامهات غتخليهم، الذكور غادي تبيعهم، الاحلال بوحدو اللي ما صالحلكش هذاك عاوتاني يقدفو غير بالكيلو. غير الغش او ياكم من الغش، الغش ما تغشوش، اللي احلال احلال، اللي غادي تبيعوه كنتوات صالحين قولوا لمولاهم راه فوقاش مداوين، فوقاش داواو، فوقاش دقت لهم اليبره، فوق سميتو واش دافعين دافعات هذوك النتوات ولا ما دافعاتش. الا عطيتوه شي ذكر يكون بالصح، يكون واصل ويكون ما فيهش الديفو، وصدقوا على هاد القناين منين تبيعوا شي حاجه، صدقوا عليهم وكونوا متاكدين ان سيدي ربي راه غادي يجازيكم غير الخير ان شاء الله. هاد المخلوقات الصغيره راه فيهم الربح، غير شويه ديال الصبر وان شاء الله كل شيء يكون مزيان. تابعوا هذه الخطوات، فكروا مزيان، شوفوا نتوما اش باغين. يعني كل واحد عنده الطريقه باش كيتمشى، مثلا كاين اللي حداه السوق، كاين اللي ما حداش، كاين اللي بعيد، كاين اللي كيجيو الناس منين ومنين باش يدوا عليه النتوات، واجدين كيقول له سيدي وجدنا النتوات. نتوما ديروا واحد المنهاج ديالكم، واحد السيل ديالكم، وما ان شاء الله ما يكون غير الخير القدام. اذا الى عجبتكم الحلقه شاركوا معنا، ساندونا زر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد. والناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، راه قناه مزيانه، يتابعوا جميع الفيديوهات من الاول حتى التالي، راهم فيديوهات كي يعني حاط فيهم انا الخلاصه ديال 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 ديال, ديال واحد السنين اللي خدمت في هاد القناين هادو، وان شاء الله ما يكون غير خير. لان هاد الشيء انا كي في الحقيقه انا داير قناه وكنربح منها، ولكن كنبغي نربح حتى الناس معايا وحتى هما يستافدوا من هاد الافكار. افكار سهله، مشروع بسيط، كاج من والو تقدر ديرو، واحد جوج نتوات ولا ذكر وبداو وخدموا ونقيو مزيان وتابعوا الخطوات اللي كنقدموها في الفيديوهات ديالنا، وان شاء الله غادي تزيدوا وتنميوا المشاريع ديالكم، وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.